في بعض الـ 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 الحقائق والمعلومات الاخرى حوالين العمل النهارده في اللجان. يسعدني يكون معايا على التليفون الاستاذ محمود سعد الدين، رئيس التحرير التنفيذي لموقع برلماني. اهلا بيك يا استاذ محمود. الو، اهلا بحضرتك استاذ خالد، واهلا بكل مشاهدين. اهلا استاذ محمود، لو تدينا اطلاله كده سريعه على اهم ما رايتموه انت ومراسلينك اليوم في الدوائر الانتخابيه لحد يعني هو قبل نص ساعه من اغلاق اللجان. انا عايز ابدا الاطلاله مع حضرتك بعرض معلوماتي مهمه عن حصاد المرحله الثانيه من الانتخابات، الجوله الاولى من المرحله الثانيه من الانتخابات. في ارقام انه حتى الان وتحديدا حتى الساعه السادسه عصرا احنا بنتكلم عن ان العدد المصوتين وفقا لمصادر من اللجنه العليا للانتخابات وصل الى 9 مليون ناخب، وال 9 مليون ناخب ده بمؤشر يقترب من 32% او 31%. يعني المعلومات اللي بتقول انه النسبه في الجوله دي احسن من الجوله الاولى دي معلومات حقيقيه. دي معلومات صحيحه، وبالتالي نسبه مشاركه بتزيد عن الجوله الاولى بمعدل 7 ل 8%. ده تمام. الجزء الاول. الجزء الثاني انه قائمه حب مصر حصدت اعلى الاصوات في عدد الاصوات التي تم اعلانها من بين المصريين في الخارج، المصريين في الخارج حوالي 38 الف صوت، حب مصر حصدت على 20 الف صوت، وكان اعلى الاصوات بالترتيب في الدول دوله الكويت ثم المملكه العربيه السعوديه. الجزء الثالث معلوماتيا ان قائمه حب مصر ايضا تخطت الحد المطلوب منها وهو نسبه 5% من اجمالي قيد من اجمالي المواطنين المقيدين في جداول الناخبين في شرق الدلتا. حضرتك عارف ان قائمه حب مصر في شرق الدلتا هي قائمه وحيده ليس لديها اي منافس، وكان السبيل الوحيد لفوزها هو تخطي نسبه 5%. وده بالفعل حصل، وتحديدا حصل بعد الساعه 3 عصرا تم التاكد من غرف العمليات انه تم التخطي ل 5%. دي المعلومات الاوليه. المعلومات الثانيه من واقع المعطيات النهارده انه اليوم نتيجه الفرز الاساسيه اللي هتبدا في الساعه 9 ان شاء الله لن يتم حسم عدد كبير من المقاعد زي ما حصل في الجوله الاولى في الفرد المرحله الاولى في الفرد بالظبط. المرحله الاولى تم حسم 4 مقاعد من الجوله الاولى. مفهوم. الثانيه مش محتمل يكون فيها حسم. بالظبط. بالظبط، مش محتمل يكون في حد. سريعا برضه في اطار الجولات، اللافت في كل العمليه الانتخابيه هو تصويت شمال وجنوب سيناء. كان في طوابير، كان في اقبال حتى ساعات متاخره من مساء اليوم، وده بياكد لنا ان الكتل التصويتيه والكتل الجغرافيه في سيناء محتاجه لاعاده تحليل مره ثانيه واعاده قراءه. انا هنا عايز لا. انا عايز اقف معاك شويه محمود، معلش. اتفضل. لانه انت قلت الحقيقه حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، احنا سيناء اللي حصل في سيناء ده من المفترض نفاخر به امام العالم. يعني احنا شفنا صور وكده للاقبال. الحقيقه الصور دي انا كنت بدعو الاعلام المصري كله ان هو يعرضها في وقت واحد وفي توقيت واحد، والجرايد تاخدها وكل حاجه ونشوفها ونصدرها بره، لانه ده اكبر دليل هذا الحجم من التصويت وهذا الحجم من الاقبال في دوائر شمال سيناء. دليل قاطع جامع مانع على الحمد لله رب العالمين سيطرة قواتنا المسلحة على كل مفاصل الأوضاع في شمال سيناء رغم الحادث المؤلم اللي جرى النهاردة. وعادة دي يعني حوادث خسيسة بتتم على طريقة يعني بخبث وبمكر والناس بتطلع تضرب وتجري، لكن من ناحية السيطرة على كل مفاصل شمال سيناء بفضل الله يبدو الوضع النهارده في المشهد الانتخابي انه الناس ان الجيش مسيطر وان الشرطه مسيطره وان الناس مطمئنه. ودي من الحاجات الايجابيه اللي الواحد لازم يفرح بيها، ولازم نحط تحتها 30 خط صور شمال سيناء يا جماعه. يعني قدامكم اهو صور من موقع برلماني، صور شمال سيناء بالطوابير اللي شفناها النهارده بمؤشرات التصويت اللي حاصله هي اكبر دليل على نجاح مصر ونجاح القوات المسلحة المصرية في انها تعبر عقبة كبيرة جدا جدا. ربما كان يعني هؤلاء الذين يتآمرون على استقرار هذا البلد يتمنون عكس ذلك، لكن هذه الصور يعني ولله المثل الاعلى نقول تعجب الزراعة لنغيظ بهم الكفار. مش عشان نسب تصويت ولا حاجة، ولكن عشان هذا الامن الذي صار يشعر به المواطن السيناوي اللي خلاه ينزل ويقف في طوابير انتخابات طويله بمنتهى الامان. وده اكبر رساله لكل هؤلاء الذين يراهنون على الاصابع الارهابيه النجسه اللي كانت موجوده في هذه المنطقه، انه كيدهم صار في نحورهم بفضل الله.
يعني. وشكرا لكل اهالي شمال سيناء الشجعان في الحقيقه اللي ساندوا قواتهم المسلحه، وشكرا لكل الضباط والجنود اللي وفروا هذا المناخ الامن انه تحصل الانتخابات في شمال سيناء بالطريقه الرائعه دي. كمل يا محمود. انا بس عايز كمان اضيف لحضرتك اضافه الى شمال وجنوب سيناء، الى انه التحليل الاولي نسبه الاقبال الكبيره في المرحله الثانيه للانتخابات سببها الاساسي ان محافظات المرحله الثانيه اغلبها من محافظات الوجه البحر، وهي معروف عنها وفقا للسوابق البرلمانيه وسوابق الانتخابات الى انه اقبالها بيكون اكبر من محافظات الوجه القبلي، محافظات الصعيد اللي كانت في المرحله الاولى للانتخابات. وبالتالي المرحله الثانيه الاقبال مرتبط بالكتله التصويتيه الكبيره، مرتبط بعدد المقاعد الكبير في كفر الشيخ وفي القليوبيه وفي الدقهليه وفي الغربيه وفي القاهره. ده الجزء الاول. الجزء الثاني حضرتك استاذ خالد، عايز اقول لحضرتك مفارقه مهمه جدا حصلت النهارده كشفت لنا ان في خلل في اداره العمليه الانتخابيه، انه ازمه قضاه الشرقيه الاربع قضاه اللي صار بشانهم جدل انه هل اللجان اشتغلت ولا لا. الغريب غرفه العمليات الرسميه لمجلس الوزراء المصري هو من اصدر بيانا واكد فيه انه تم استبدال اربع قضاه بقضاه اخرين بعد توقف ده قبل بيان اللجنه العليا يا محمود. بالظبط يا فندم، قبل بيان اللجنه العليا. فوجئنا بعد كده صدر بيان من اللجنه العليا انه ما اصدرته غرفه عمليات مجلس الوزراء غير صحيح، والقضاه لم يتم استبدالهم، والقضاه حاليا دي على لو على موقع الكتروني زي اليوم السابع ولا المصري يوم ولا الاهرام كان زماننا دلوقتي في النيابه يا محمود. يعني هم طلعوا معلومه غلط ومفيش حد كلمهم. لو هي طلعت بقى على موقع مثلا زينا ولا حاجه، ولا على المصري يوم ولا الاهرام ولا الوطن ولا حاجه، كان زماننا رحنا النيابه وقال لك مضيعين الدنيا والاعلام الفاسد والمواقع متسرعه وما عندهمش مصداقيه. لكن الحكومه هي اخطات ومندوبيها لم يدلوا بمعلومات صحيحه، واللجنه كذبتهم ومفيش حد اعتذر. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك بقى ان المعلومه المرتبطه مرتبطه بظابط شرطه، مرتبطه بعمليه انتخابيه، مرتبطه باربع لجان فرعيه، ومرتبطه بخمس ساعات من التوقف للعمليه الانتخابيه. اضافه الى ذلك بقى استاذ خالد، حاليا بالفعل بتبدا الاستعدادات الاوليه لعمليه الفرز في اللجان المختلفه، لان الساعه الاخيره من التصويت كان فيه اقبال، كان فيه ضعف في الاقبال، فبالتالي القضاه بداوا ينهوا الاوراق المختلفه الخاصه بيهم، وبدات تحركات الشرطه او الامن المرافق لكل لجنه او في محيط اللجان المختلفه يستعد لنقل الصناديق للجان العامه لبدء عمليات الفرز المختلفه، ومن ثم العمليات محمود تتم. انا هسالك بصفتك رئيس تحرير موقع برلماني وعندك صلات واتصالات مع عدد كبير من المصادر، لان كنت لسه بتكلم دلوقتي حوالين مين رئيس مجلس الشعب، وبتندر على فكره انه حتى الان ولا قايمه عندها اسم مرشح وكاننا ننتظر رئيس مجلس نواب معين. هل لديك اي معلومات عن اسم رئيس مجلس النواب المقبل؟ رئيس مجلس النواب المقبل يا اما هيكون رجل كان ليه رصيد كبير في الحكومه واشتغل فتره طويله. مش عايز توصيف يا محمود بعد اذنك، انا عايزك تقول لي يعني قول لي الاسماء اللي انت شايف ان دلوقتي مش هيخرج ما بينها اسم رئيس المجلس. عادل لبيب، محمد بهاء ابو شقه. عادل لبيب، محمد بهاء ابو شقه. محمد بهاء ابو شقه. والزند مستشار الزند؟ لا، المستشار احمد الزند خارج الترشيحات، خارج بوصله الترشيحات. طب والمستشار وعمرو موسى؟ عمرو موسى خارج بوصله الترشيحات. دول لم يتم العرض. والمستشار عدلي منصور؟ المستشار عدلي منصور رفض. رفض، عرض عليه الامر يعني ورفض. يعني انت برضو عايز تاكد لي اللي بيضايقني ان كلهم، انه ما فيش حد من اللي نجحوا بشكل طبيعي، وان رئيس مجلس النواب ده هيجي معين، ودي كارثه كبيره. زي ما انا 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 من شفت يا فندم واتفرجت على الانترو بتاع حضرتك في البرنامج، انه من العيب على مجلس نواب بعد ثورتين ومجلس نواب يعد الاستحقاق الثالث لخريطه الطريق، يجي رئيس مجلس النواب الذي يتقاسم السلطه مع رئيس الجمهوريه ومع رئيس الوزراء، واللي هيراقب بشكل اساسي كل التشريعات اللي صدرت في عهد عادل منصور وفي عهد عبد الفتاح السيسي وفي عهد محمد مرسي وحتى في الفتره الانتقاليه بتاعت المجلس قبل كده، انه يكون معين. مش بس معين، ما عنديش ازمه انه يكون معين، ما رفعت المحبوب كان معين، لكن عندي ازمه انه حتى الان رغم انتهاء المرحله الثانيه من الانتخابات وخلاص هندخل جوله الاعاده، ما عندناش وضوح في الرؤيه، ما عندناش اسم. ده انا عايز اقول لحضرتك بقى ما هو اخطر واهم. اتفضل يا فندم. على مدار الاسبوع اللي فات كان بيبقى في ورش تدريبيه وورش عمل ل 273 نائب نجحوا في المرحله الاولى. تعرف حضرتك ان النميمه السياسيه الاساسيه ل 273 نائب
كل واحد بيقعد نائب جنب التاني مع احترامنا وتقديرنا ليه، والنبي يقول لي هو مين رئيس مجلس النواب اللي جاي؟ هو حب مصر هيجيب مين؟ هو الصعيد هيعملوا ايه؟ الاخطر من كده كمان مش بس قصه مين رئيس مجلس النواب اللي جاي، انه حتى فكره بوصله الاسماء الكبيره او المقاعد الكبيره في مجلس النواب اللي جاي، وبتكلم تحديدا على منصب الوكيلين، دلوقتي بيتم التقاسم عليها وبيتم الخناقه عليها، وكل نائب بيربط مع نائب. بمعنى اوضح وبشكل واضح وصريح هقول لحضرتك، نواب الصعيد دلوقتي عملوا اكتر من قاعده خلال الاسبوعين اللي فاتوا، قالوا بنقول يا جماعه احنا حقنا مهدور على مدار 20 سنه فاتت، اللي عبد الرحيم الغول ما عملهوش في ال 20 سنه اللي فاتت احنا هنعمله، ولازم كرسي من كرسيين الوكيلين اللي موجودين في مجلس النواب هيكون بتاع الصعيد. وقعدوا وبيربطوا ووصلوا الكلام ده. تمام يا محمود، تمام. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمود سعد الدين، رئيس تحرير تنفيذي لموقع برلماني، شكرا جزيلا لك. زي ما قلنا رئيس مجلس النواب هو من المرجح ان يكون معينا. محمود اضاف لنا اسم اللواء عادل لبيب، هل يكون عادل لبيب قد ترك الحكومه تمهيدا لهذا الموقع؟ ايه شكل ده؟ ايه اثره؟ ايه تاثيره؟ ايه لونه؟ الله اعلم. اخر المشاهد الانتخابيه النهارده ما قامت به المستشاره تهاني الجبالي في اتهامها لقائمة في حب مصر بأنها قائمة تمول من الإخوان. تقديري الشخصي قبل ما أحقق في الموضوع إن ده اتهام مبالغ فيه شوية، يعني إنه فكرة إنه القائمة دي تكون بتاخد فلوس من الإخوان ومن إخوان الكويت كمان، يعني برضو دي حاجة شوية أوفر حبتين، لكنها ضمن الصراعات الانتخابية المحتملة وفي ظل فراغ كبير جدا في الأفكار، فطبيعي جدا إن احنا نسمع مثل هذا الكلام ومثل هذه الحوارات في انتخابات مجلس النواب. احنا هيبقى معانا مجموعة من مراسلينا اللي موجودين دلوقتي اثناء اغلاق صناديق الاقتراع وبدء عمليات الفرز وناخد مؤشرات، بس انا افضل انه يكون معايا في الاستوديو هنا ضيوفي الاعزاء من لجان المراقبة الدولية والمحلية على الانتخابات. هيكون معايا الاستاذ ابو ذر المنة، نائب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وهو رئيس البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات، والأستاذ أيمن عقيل المنسق المحلي للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات. الاثنين هيكونوا معانا هنا واحنا بنستمع إلى مراسيل النهار اللي موجودين في عدد كبير جدا من الدوائر، وهيكون يعني بدأنا عمليات الفرز خلال الفترة دي، وهنتابع مع بعض ما يجري في اللحظات الأخيرة للاقتراع في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات، او المرحله الاولى من الجوله من المرحله الثانيه زي ما انتم عايزين، لان لسه في اعاده بعد كده، وايام قليله او اسابيع وتحظى مصر ببرلمان لم نعرف رئيسه حتى الان. بعد الفاصل هستناكم.